هي ربما مجموعة من أشهر الكتب والروايات التي حازت على إعجاب العالم، لكنها تباع هنا في هذا الكشك الصغير بثمن بخس دون الوعي بقيمتها الثقافية. زكريا واحد من بين بائعي الكتب القديمة، يعتبر ثمن هذه الكتب محفزا للقراءة. الإقبال شوية ما بين وبين، ماشي بزاف ماشي ضعيف، ما بين وبين أتمينة 20 درهم وكاين 40، بحال الفرنسية 20 العربية 40. احنا كنشجعوا الطلاب وصافي، هذا هو المهم ديالنا، ماشي احنا باش نربحوا بزاف، ماشي كنشجعوا الطالب وصافي. الأكشاك الخاصة ببيع الكتب العتيقة حيث تتواجد بكل أنواعها وبأسعار منخفضة تغرع الشاق القراءة باقتنائها، حيث تعرف إقبالا كبيرا من طرفهم. بخي ما بقاش القيمة ديال الكتاب بحال كانت من قبل. زمن الكتاب كان هو الأصل ديال المعرفة، حيث باش تعلم كاين جوج الحاجات، كاين الوحي وكاين القرايه. الوحي ممكن يجي غير الانبياء، والقرايه خصنا نقراو. السيد اللي كيبيع الكتبه في الزناقه سور التروطوار كيعيش بها شويه وكيعاون الناس الاخرين اللي ما عندهمش، ولكن كيطيح عاوتاني بالكاتب اللي هو دار واحد المجهود ديالو باش يخرج داك الكتبه. دونك في كاين واحد الكونتراديكسيون اللي هي من جهه طرف الناس الضعفاء ومن طرف الاخرين الناس اللي عاوتاني الكتاب. على الرغم من ان الاثمنه التي تباع بها هذه الكتب منخفضه، الا انها تبقى مرتعا ثقافيا ووجهه مفضله للعديد من محبي المطالعه، خاصه لذوي الدخل المحدود.